السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نحاول ندير تصحيح ديال سلسلة التمارين الخاصة بقوانين نيوتن، وبالضبط تمرين رقم 1. التصحيح ديال السلسلة موجه لتلاميذ ثانية بكالوريا اس في تي. السلسلة راه عندكم، غتجبدو معايا السلسلة وتقرا المعطيات ديالها. إذا التمرين رقم 1 كيقول: نعتبر جسما صلبا اس كتلته ام كتساوي 500 غرام موضوعا على مستوى أفقي، المستوى اللي كتتم عليه الحركة هو المستوى من ال بي. نطبق على جسم اس قوة أفقية اف الشدة ديالها 5 نيوتن تمكن من تحريكه. إذا القوة المسؤولة على تحريك الجسم من أ نحو بي هي القوة اف. الجزء الأول باعتبار التماس بين الجسم S والمستوى يتم بدون احتكاك، وهي معلومة مهمة كنسجلوها. هي دي حركة بدون احتكاك، لأنها كتساعدنا كيفاش نمثلو أغ تأثير السطح. أول سؤال هو أجرة القوى الخارجية المطبقة على جسم S، ثم مثلها بوضوح بدون سلم. قبل ما كنجدو القوى المطبقة على الجسم، ضروري نحترم المراحل ديال الدراسة. وأول مرحلة كنديرو هي تحديد المجموعة المدروسة. إذا شنو غادي نديرو؟ السؤال رقم 1 بالنسبة للجزء رقم الأول. دونك عندنا المجموعة المدروسة، المجموعة المدروسة ديالي هي جسم S. الجسم اللي كيتحرك هو جسم S، إذا هو المجموعة المدروسة ديالي. من بعد المرحلة الثانية كنديرو جذر القوى المطبقة على الجسم. إذا القوى المطبقة على جسم S هي كاين عندنا P وزنه، عندنا R تأثير السطح، وعندنا آخر قوة اللي هي القوة F قوة الجر. مطلوب مني أنني نمثلها بدون سلم. بالنسبة للقوة F راه مثل عندي في التمرين، قوة أفقية موازية للمستوى. بقات لي القوة P كنمثلوها من مركز القصور ديال الجسم، رأسية موجهة نحو الأسفل. والقوة R بما أنه قال لي حركة بدون احتكاك، ف R كتكون منظمية أي عمودية على المستوى الأفقي. إذا نقطة التأثير ديالها هي هذه، نقطة التماس بين الجسم والمستوى، وتمثل رأسية موجهة نحو الأعلى. وكذلك هي القوة R. وكذلك الجواب ديال السؤال رقم 1. السؤال رقم 2: بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على جسم S أثناء حركته، أوجد تعبير AX و AY إحداثيات متجهة تسارع جي مركز قصور. دونك السؤال فيه تطبيق القانون الثاني لنيوتن. دونك خصنا هاد المراحل نحترموهم، اللي هي المجموعة المدروسة، جر القوى، من بعد كيجي تطبيق القانون الثاني لنيوتن. دونك غنديرو ثانيا تطبيق القانون الثاني لنيوتن. أول حاجة كندير هي كنكتب التعبير ديال هاد القانون هذا اللي كيقول مجموع. دونك هذا المجموع ديال القوى الخارجية المطبقة على الجسم كتساوي ام ا، يعني كتلة الجسم ضارب متجه التسارع. دونك هذا هو القانون الثاني لنيوتن، شفناه في الدرس. اذا هاد القوى الخارجية، داكشي اللي لقيت في جهة القوى، كنحطو بلاصة التعبير هذا. دونك هذا مجموع القوى الخارجية، والقوى اللي لقينا هي بي ار و اف. اذا كنعوض هذا بي
زائد R زائد F كتساوي MA. دونك انا طبقت القانون التالي لنيوتن. السؤال المطروح عندي هو تحديد احداثيات متجه التسارع اللي هي AX و AY. هذا شحال كيساوي؟ واي شحال كيساوي؟ دونك اشنو كنعني ب AX؟ يعني اسقاط متجه A على المحور X. AY شنو هو؟ اسقاط متجه A على المحور Y. وبالنسبة لمتجه التسارع في التمثيل ديالها في الحركة المستقيمية راه كتكون يعني في منح الحركة ومنطبقة مع المسار اللي متوازية معايا. يعني بالنسبة ديالنا هذه هي متجه التسارع. ممكن نمثلو يعني من مركز القصور يعني متجه التسارع اللي خصني نفهم بأنها تكون في منح الحركة ومنطبقة مع المسار اللي متوازية معاه. دونك باش نحيدو المتجهات، دونك هذه عبارة عن علاقة متجهية. دونك باش نتخلص من هاد المتجهات هادو كندير الإسقاط. إسقاط على إيش؟ على المحورين إكس و إيكغي. غادي نبداو بالإسقاط. هادي هي المرحلة دونك اللي كتجي من بعد تطبيق القانون الثاني لنيوتن، هو الإسقاط. دونك الإسقاط ديال العلاقة المتجهية على المحور او اكس او لا او اي. دونك خصني نمثل المحور او اكس و او ايكغيك. دونك او اكس، دونك اكس هو هذا كيكون في منح الحركة، او ايكغيك او ايكغيك كيكون متعامل معاه. دونك اصل المعلم هو او. دونك راه كنعرفو اكس سويفون اي و ايكغيك سويفون جي. بطبيعة الحال القوى راه ممكن ندير لها الازاحة للمعلم، ولا المعلم ندير الازاحة ونجيبو هنا بحال بحال. الاسقاط على المحور او اكس، وهذه هي اهم مرحلة خصني نفهم كيفاش كنديرو الاسقاط ديال واحد القوة على المحور. دونك غنشرح لكم انا بصفة عامة. عندي واحد المحور هنايا، هذا اكس وهذا ايكغيك او سويفون اي وهذا سويفون جي. ماشي هادو متجهات وحيدة ما يتلفونيش. عندي واحد القوة اف ديراك، هادي مثلا اف واحد. دونك اف واحد عند إحداثيات على إكس يعني إف واحد إكس، وعند إحداثيات على إيكغيك يعني إف واحد إيكغيك. يعني ملي كنشوف مثلا إف أن إكس، يعني راه إسقاط هذا المتجه إف أن على المحور أو إكس شحال يعطينا، شحال كتساوي. ملي كنشوف إف أن إيكغيك، يعني إسقاط هذا المتجه إف أن على المحور أو إيكغيك شحال غادي يعطينا. دونك بالنسبة لإف أن إكس راه هي إف أن سكالر اي، لان المتجه الوحيديه اللي كتوجه لمحور او اكس هي اي. دونك باش يبان لكم اف و اي، وهذا جداء سلمي. وباش نحيدو الجداء السلمي راه كندخلو الكوس، يعني اف فوا اي، يعني المنظم ديال اف هو المنظم ديال اي فوا كوس الزاويه اللي كدير المتجه اف مع اي متجه اي. اذا ملي كندير الازاحه لهاد الاف ان كيبان لي بان الزاويه اللي كتشكلها اف ان مع او اكس ولا مع او اي هي الزاويه صفر، وكوس صفر كيساوي واحد، والمنظم ديال اي كيساوي واحد. اذا شايكون عندي يكون عندي اف فوا واحد فوا واحد، يعني تساوي نفس القوه اف. اذا اف اكس هتساوي اف. ولكن بالنسبة ل F1 إذا سقطنا على Y شنو هي؟ هي F سكالر، يعني جداء سلمي في وجه G، لأن المتجه اللي كتوجه أو Y هي G. إذا شنو يكون عندي؟ F الشدة ديالها
فوا المنظم ديال جي فوا قوس الزاوية اللي كديرها اف مع جي. اذا شنو كنلاحظ بالنسبة ل اف ان و او جي او او جي ولا او ايكغيك؟ كيفاش دايره اف ان مع او ايكغيك؟ متعامده معايا، يعني الزاويه اللي كديرها هي 90 ولا بي سور 2، و كوس 90 كيساوي صفر. اذا صفر ضريب واحد ضريب اف غيساوي صفر، لان هذا الجذع كامل كنضربو في صفر يعني يساوي صفر. اذا اف ان ايكغيك غيساوي صفر، واضح؟ لو باش نسهلو الامور، مني كتبان لي اف القوة اف متعامدة مع المحور اللي كندير ليه الاسقاط راه كتساوي صفر. ملي كتبان لي هاد القوة اف ان يعني منطابقة ولا متوازية مع المحور اللي بغي ندير ليه الاسقاط وعندهم نفس المنحة، لان بالنسبة لي او اي عندها نفس المنحة ديال اف ان. اذا ملي كيكون عندهم نفس المنحة ومتوازي الاسقاط ديالها يعطينا نفس القوة اللي هي اف ان، دونك هنا يعطينا اف ان. اما اذا عندهم منحى متعاكسان، يعني نفرض مثلا هاد اف ان دير هاكا، هادي هي اف ان كمثال تاني. يعني بالنسبة ل اف ان في هاد الحالة هادي اللي درت، راه اف ان اكس حيساوي راه هي متوازية مع او اكس ولكن عندهم منحى متعاكسان، كتعطينا ناقص اف ان. علاش هاد ناقص بان ليا؟ لأن الزاوية اللي كدير او اي مع اف ان هي 180، ما بقاش صفر لان كيدير الصفر ملي كيكون عندهم نفس المنحة. اما اللي عندهم منحة متعاكسة بحال مثلا دات الازاحة لهاد اف ان، راه الزاوية 180 و كوس 180 كيساوي ناقص واحد. اذا ناقص واحد ضرب اي اللي هو واحد ضرب اف يعطينا ناقص اف. اما بالنسبة على اكغيك، راه لا في هذه الحاله لا في هذه الحاله، راه متعامده مع اكري، يعني هنا متعامده وهنا متعامده، يعني كتبقى دائما كتساوي صفر. دونك شنو فهمنا من هنايا؟ فهمنا بلي ملي كتكون عندي القوه متعامده مع المحور ديريكتومون كنحطو صفر، ملي كيكون عندي القوه متوازيه ولا منطابقه مع المحور وعندهم نفس المنحى راه هي نفس القيمه ديال هاد القوه هذه، قيمه موجبه. اما ملي كتكون عندنا منحى متعاكسة انا كنزيد واحد الموه. مزيان، دوك هاد الاسقاطات هادو هما اللي غادي نطبقهم في التمرين اللي عندنا. دوك غادي نديرو الاسقاط ديال جميع القوى اللي عندنا على المحور او اكس وعلى المحور او واي. غادي نبداو في بي. دونك بي الى درنا لها الازاحة وجبنا المحور او اكس، غيبان ليا بان بي كي دايره مع المحور او اكس. دونك الا جدت الازاحه لهاد القوه اللي جبتها هنايا، دونك هادي هي بي. دونك بي كي دايره مع المحور او اكس غيبان ليا بانها متعامده معاه. دونك بما ان بي متعامده مع او اكس، يعني الاسقاط ديالها على او اكس هيعطينا صفر اهو. دونك بالنسبه لار، الا درنا الاسقاط ديال ار على او اكس، دونك هادي هي ار، غادي يبان ليا ايضا على ان ار متعامده مع المحور او اكس، ولا متعامده معاه الاسقاط ديال شحال يعطينا؟ يعطينا صفر، دونك بيس صفر. وبالنسبه لاف، ها هي اف، شنو كيبان لي كيدايره مع او اكس؟ دونك راه منطابقه معاه، والمنحة ديال اف والمنحة ديال اكس يعني تعطينا القيمه اف زائد اف كيساوي ام A x، لأن إسقاط A على المحور x هتعطينا A x اللي هي A، لأن عندهم نفس المنحة ومطابقة. دونك هادشي اللي خرج في الإسقاط ديال العلاقة المتجهية على المحور O x، يعني راه كيبان لي بأن A x كيساوي دونك F كيساوي M A x، يعني A x هيساوي F على M، يعني حددت A x. باش نحدد اي غريك غادي ندير الاسقاط على او اي غريك. دونك هذيك العلاقه المتجهيه ندير لها الاسقاط على او اي غريك، نفس العلاقه المتجهيه ندير لها الاسقاط على او اي غريك. نبداو بي كي دايره مع او اي غريك،
إذا الإزاحة هي دي بي مازال عندنا هنايا، راه كيبان لي بأنها متوازية مع أو إكغيك وعندهم منحين متعاكسان. بما أنها منطابقة ولا متوازية منحين متعاكسان، يعني غادي ندير لها ناقص بي. بالنسبة لآخ، راه آخ متوازية مع أو إكغيك ولكن عندهم نفس المنحة، دونك غادي ندير لها زائد آخ. انتم ردوا معايا البال، دونك بي راه متوازيه ولكن منحى متعاكسه ناقص بي، و ار متوازيه كان عندهم نفس المنحى، يعني غادي ندير لهم بلس ار. اما بالنسبه لاف، راه اف راه كاتبه لي ذات الازاحه تكون عموديه على او غريك، دونك اذا كانت اف عموديه على او غريك فاسقاط ديالها على او غريك يعطينا صفر وزائد صفر كيساوي ام الاسقاط ديال ا على المحور او واي، هي دي ا، راه ا تقريبا عندها بحال اف يعني منطبقه مع المسار و في منح الحركه، دونك الاسقاط ديالها على او واي يعطينا صفر، لان الا درنا الازاحه ل ا هنايا يبان لي بان ا عمودي على او واي، اذا كيساوي صفر. اذا الا كان ناقص بي زائد ار كيساوي صفر، اذا جبت بي للجهه الاخرى يبان لي بان دونك ار كتساوي بي، وكنعرفو بان بي كتساوي ان نمشي. ولكن بالنسبة ل اي كريك شحال يساوي؟ شحال لقينا؟ اي كريك هو اسقاط متجهة على او كريك، يعطينا صفر. دونك هادو هما الاحداثيات ديال متجهات التسارع. السؤال رقم 3، بين ان حركة مركز القصور جي مستقيمية متغيرة بانتظام، واحسب قيمة تسارع ا جي. مزيان، دونك حنا كما جا في الدرس باش نقولوا على ان حركة مركز القصور مستقيمية متغيرة بانتظام خصنا شرطين. الشرط الاول هو المسار يكون مستقيمي، وراه باين بان المسار اللي كتم عليه او لا اللي كياخد الجسم هو مسار مستقيم من ا نحو بي، و تكون عند القيمة ديال ا ثابتة. خصنا نشوف واش ا ثابتة فعلا ولا لا. دونك بالنسبة ل ا، راه هو المنظم ديالو هو جذر ا اكس اس 2 زائد ا يغريك اس 2، دونك منظم ا هو جذر ا اكس اس 2 زائد ا يغريك اس 2 هي الجذر. دونك عندنا ا يغريك كيساوي صفر، يعني تبقى لي ا اكس اس 2، جذر ا اكس اس 2 هي ا اكس، و ا اكس شحال لقينا كيساوي هو اف سور ان. دونك هذا هو القيمة ديال أ. أ كيساوي إف سوغ إم. إف راه عندها قيمة اللي هي ثابتة كما جا في التمرين 5 نيوتن، وبالنسبة لإم راه حتى هو عنده قيمة اللي هي ثابتة اللي هي 500 غرام، ما كتغيرش الكتلة. إذا هاد التعبير هذا راه عبارة عن ثابتة، القيمة ديالو غادي ندير تطبيق عددي اللي هي 500 و 5، لأن إف كتساوي 5 مقسومة على 510 ناقص 3 باش نحولها للكيلوغرام. وغادي ندير التطبيق غادي نشوف شحال كيساوي. الوحدة ما نساوها المتر على السكوند أس 2. دونك تحقق لي الشرطين، المسار المستقيمي والتسارع الثابت. إذا من حقي نقول على أن حركة الجسم هي حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. السؤال رقم 4، حدد قيمة اغ شدة القوة المطبق من طرف السطح على الجسم. دونك السؤال هذا راه ديجا توصلنا انطلاقا من الاسقاط على اوغريك، هي فاش كدرت عليها، دونك اغ كتساوي بي كتساوي ام جي. دونك بقى لي فقط ندير تطبيق عددي مباشر، دونك اغ كتساوي بي كتساوي ام جي. دونك ام هي 500، غادي نضربها في 10 ناقص 3 باش نحولها لكيلوغرام، وغادي نديرو تطبيق عددي، دونك الوحدة نيوتن. السؤال رقم 5، حدد طبيعة حركة الجسم اس بعد حذف القوة اف. دونك السؤال هو مني كنحيدو هاد القوة اف
كيفاش هتولي عندي طبيعة الحركة ديال الجسم؟ إذا إلى حيدنا القوة F، شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا جسم مطبق عليه قوتين، اللي هي القوة P، وعندنا حركة بدون احتكاك، يعني القوة R. هذا الجسم في التوازن، يعني P زائد R كيساوي متجه منعدمة، لأنه عندهم نفس خط تي، نفس الشدة، ومنحية متعاكسان. يعني مجموع القوى الخارجية المطبقة على الجسم كتساوي متجه منعدمة. وهذا فاش كيفكرنا في القانون الأول لنيوتن. دونك القانون الأول لنيوتن كيقول لي بأن ملي كيكون عندنا جسم اس المجموع القوى المطبقة عليه كيساوي متجه منعدمة، عندنا حالتين، يا إما الجسم في حالة سكون، أو لا إذا كان في حركة راه غادي يكون عندنا يعني الحركة ديالو حركة مستقيمية منتظمة، يعني السرعة كتكون ثابتة. إذا عندي الحق أن نقول طبيعة الحركة هنا، لأنه سولني على الحركة، غادي نقول حركة مستقيمية. علاش قلت مستقيمية؟ لأن المسار مستقيمي. منتظمة، لأن السرعة كتكون ثابتة. وهادشي كنستنتجو حسب القانون الأول لنيوتن. ملي كيكون عندنا جسم في حركة ومجموع القوى الخارجية المطبقة عليه كيساوي متجه منعدمة، راه كتكون الحركة ديالو حركة مستقيمية منتظمة، أو لا كيكون في حالة سكون. إذن أهم حاجة لحد الآن هو نعرف المراحل ديال دراسة حركة جسم الصلب، وخصنا نحترموهم يعني في الامتحانات الوطنية. وأول مرحلة هي تحديد المجموعة المدروسة، ثاني مرحلة جرد القوى، من بعد تطبيق القانون الثاني لنيوتن، المرحلة اللي تبعها هو اعتبار واحد المعلم ديال الإسقاط نعتبره جاذبيا، ويتم الإسقاط ديال العلاقة المتجهة اللي توصلت ليها على المحاور اللي عندك، المحور او اكس، المحور او واي، ولا عندنا يعني حركة في الفضاء كنزيدو المحور او زد. المرحلة الثانية في التمرين باعتبار التماس بين الجسم والمستوى يتم باحتكاك، دونك هنايا كندرسو الحركة ديال الجسم بالاحتكاك، يعني غادي نديرو هنايا نرجعو نديرو حركة باحتكاك، حركة تتم باحتكاك. حيث معامل الاحتكاك ك، انا كنعرف بان ك كيساوي طونجونت ديال في كيساوي، عطينا القيمة 0.4. مزيان. أول سؤال هو أوجد القوى الخارجية المطبقة على الجسم وتمثيلها بوضوح بدون سلم. إذن كما قلنا كنديرو المجموعة المدروسة هي الأولى، المجموعة المدروسة دونك هي الجسم S، كيبقى عندنا نفس القوى دونك F أو لا P R و F، دونك وزن أو تأثير السطح هنا قوة الجر. غير هنا بالنسبة لأ غادي تنقسم للمركبتين، اللي هي المركبة المنظمية ار ان زائد قوى الاحتكاك، يعني القوى المماسية نمثلوها اف مينوسكيل ولا ار تي بحال بحال. دونك تمثيل هاد القوى، دونك اف كما قلنا ديجا مثلها، بي دائما من مركز القصور موجه نحو الأسفل، وغتكون عندنا اخ مركبة، يعني قلنا كتنقسم مركبتين، المنظمية هي هادي اخ ان، دائما كتكون عمودية على المستوى الأفقي، هادي اخ ان، والمماسية كتكون يعني مماس المسار وعكس منح الحركة. دونك عندنا منح الحركة هو هذا، يعني تكون هي معاكسة، يعني هذا هو قوة الاحتكاك F.
و اخ غتكون هي المجموع ديالو. هذه هي المتجه اخ. سيبو دونك هادشي اللي في السؤال. جردنا القوى طبقناها يعني متنا بدون سلم بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على جسم اس. حدد طبيعة حركة الجسم اس ثم حدد قيمة اغ شدة قوة المطبقة من طرف السطح على الجسم. اذا تطبيق القانون الثاني لنيوتن هذا اخر سؤال. اثنان دونك تطبيق القانون الثاني لنيوتن دائما كتكتبو التعبير ديالو اللي هو مجموع القوى الخارجية كتساوي ام ا. القوة اللي عندي او القوة بي زائد اغ. ممكن هاد اغ كما قلنا نديرو على شكل اغ ان زائد اف زائد اف كتساوي ام ا. من بعد شنو قلنا كنديرو؟ هذه عبارة عن علاقة متجهية. نسقط العلاقة المتجهية على المحورين او اكس و او واي. نبدأ بـ او اكس. اسقط على او اكس. دونك المحور او اكس هو هذا، المحور او واي هو واحد. نبداو ب بي. دونك بي ملي كندير الإزاحة لهنايا عيبان لي بأن بي عمودي على او اكس. اذا شحال يعطينا؟ عمودية صفر. لكن إذا كانت القوة أو المتجه عمودي على المحور ديال الإسقاط دونك عطنا صفر. بالنسبة لـ أغ إن تاهي كتبان لي بأن عمودية، هي أغ إن إلى درت الإزاحة لهنايا تبان لي بأن عمودية على أو إكس يعني تساوي صفر زائد صفر. بالنسبة لـ إف إلى درنا الإزاحة كتبان لي بأن منطبقة مع أو إكس، هي إف درت لها الإزاحة جبتها لهنايا، منطبقة عند منحين متعاكسان مع او اكس يعني تعطينا ناقص اف. بالنسبة لاف قوة الجر راه عندي بانها منطبقة مع او اكس وعندهم نفس المنحى يعني تعطينا زائد اف كتساوي ام و ا يعطينا ا اكس. لان بالنسبة لا كما قلنا ها هو ا مثل هنايا راه يعني منطبق مع او اكس عندهم نفس المنحنيات عندنا ا اكس. اذا بالنسبه لا اكس شحال تساوي؟ نقسم هنا على ام وعطتنا اف هي دي ناقص اف قسمتها على ام، هذه هي القيمه ديال ا اكس. وكما كيبان لي هنا لان ا يكريك غنلقاو كيساوي صفر، بالنسبه لا اكس راه هي ا، يعني ا كيساوي ا اكس كيساوي اف ناقص اف على ام. اف ثابتة، قوى الاحتكاك عندها يعني الشدة اللي هي ثابتة، ام ثابت يعني هاد التعبير هذا كامل عبارة عن كونستون. لقيت التسارع ثابت وعندي المسار مستقيمي، يعني شنو كنقول على الحركة؟ حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. لماذا؟ لأن قلنا مسار مستقيمي و ا ثابتة. مزيان. طيب من القيمة ديال اغ، لو بغا القيمة ديال اغ يعني باش نحدد القيمة ديال اغ غادي ندير الإسقاط على او يكريك. الإسقاط على او يكريك شنو يعطينا؟ دونك بي نرجعو للشكل بي الإسقاط ديال او يكريك دونك متوازية مع أو لا مطابقة مع عند منح متعاكسين يعني ناقص بي. بالنسبة ل أغ إن دونك متوازية مع أو كريك وعندهم نفس المنحى يعني زائد أغ إن. كيبقى لي إف راها متعامدة مع إكريك، وحتى اف ماجوسكيل تي راه متعامدة مع يعني اف مينيسكيل وماجوسكيل بجوجهم متعامدين مع المحور او يكري، يعني بجوج ما يساوي صفر. دونك زائد صفر زائد صفر كيساوي ام ضرب اي كريك
اي جريك متعامد مع يعني متجه عمودي على المحور او جريك، دونك تا هي تساوي صفر. يعني ار ان غيساوي بي غيساوي ام جي، وغندير التطبيق غادي نشوف شحال كيساوي، وحدة نيوتن. دونك المطلوب هو التعبيد ديال او القيمة ديال ار، و ار كتساوي جذر ار ان زائد اف. دونك ار ان اوسي 2 اف اوسي 2. دونك ار ان القيمة ديالها هي ديال القاع هنايا نديرها اوسي 2 زائد اف مينيسكيل قوى الاحتكاك. دونك مناش غادي نجيب القيمة ديال اف، غنجبدها من العلاقة اللي عطاوني هنا في اللون اللي هو ك طونجونت في زاوية الاحتكاك. واش هي زاوية الاحتكاك؟ هي الزاوية التي يشكلها المنظمي ار ان مع القوة ار، هذه هي زاوية الاحتكاك. و ملي كنقول طونجونت في راه هو المقابل على المحاذي. المقابل هو اف، يعني شدة القوة اف المقابل للمحاذي هو ار ان كيساوي 0.4. اذا بغيت نلقى هنا اف شحال كيساوي، راه هي 0.4 ضارب ار ان. الوغ ار ان غنكون ديجا حسبتها هنايا، غادي نضربها في 0.4 ونشوف شحال لقيتها بالنيوتن. من بعد ملي كنلقى القيمة ديال ار ان والقيمة ديال اف، راه كندير تطبيق عددي مباشر وكنلقى في الاخير القيمة ديال ار اللي هي شدة القوة المطبقة من طرف السطح على الجسم، الوحدة ديالها نيوتن. دونك هادشي اللي في التمرين رقم 1 بالتوفيق ان شاء الله.